صباح النور. بداية التسجيل كنبداها من حدا هاد الإعدادية ماء العينين اللي كتلاحظوا الصور ديالها أنه كان عايل للسقوط وجاو القروات طيحوا داك الجزء اللي هو كان مهدد، وإن كان باقي هاد المكان هذا اللي كتشوفوا فين كانت السيدة راه تقريبا مايل لأن الغطاء النباتي زيروا بزاف. التسجيل غادي نبداه من هنايا الى مطار ابن بطوطة بطنجة ان شاء الله. وواحد من المتتبعين ديال القناة كان طلب مني انني نهضر على هاد الطريق هادي، واش كاين البوس واش كاين، اللي نأكد هو انه البوس من المطار الجهة اخرى ما كاينش، كاين لي غران تاكسي، و لي غران تاكسي راكم كتعرفوا لي بري سو افيشي، مي بعض المرات كيديروا لي بري اللي بغاو، المسألة ديال العرض والطلب واش كاين ناس بزاف والطاكسيات قلال الى اخره، يعني ما كاينش اللي كيراقبوه، ما كاينش اللي كيحاسبوه. كاينين بيان سور اللي كيحترموا التسعيره، وكاينين فيهم اللي كيبقاو يخدموا ديك القوالب اللي معروفه عند الناس اللي كيخالفوا القانون، دائما كيقلبوا على مبرر باش يكون هو دائما ما داير حتى حاجه. هنا هاد الساحه هادي معروفه عند الجميع، يعني اللي سبق له جل طنجة ما يمكنش ما يكونش داز من هنا. الساحة يعني هاد المدار هذا ديال إيبيريا، وهاد المقهى اللي أمامنا هي أيضا تحمل نفس الاسم. وهنا على اليسار هذه المؤسسة ديال التعليم الإسبانية المعروفة بسيفيرو أوتشوا، وهذه اللي هنا أيضا الجزء الآخر هي تابعة لبا عندها اسم آخر اللي هو راموني كاخال، وهي مدرسة ابتدائية. وعلى اليمين دائما فين كاين هاد النخل هادو، فين كاين البيس، فين دايز البيس، هادي المقر ديال السكنة ديال القنصل الإسباني الراي ديال دست. وهادي فين كاين هاد لافواتور بلونش، هادي هي القنصلية الإسبانية بمدينة طنجة. ألوغ الوجهة ديالي كيما قلت ما غادي نمشيش، هادي تركة ديال الرميلات والجبل الكبير، هنا غادي نمشي في هذا الاتجاه هذا اللي هو فين كاين مسجد محمد الخامس، وهذه طريق الرباط اللي كتسدي لوطوروت على لابلاكا هي حدانا، اذا هذا الطريق ديال الايروبور. وكانت واحد لابلاك ديال مستشفى دوق دوتوبر، وهذا دوق دوتوبر هذا كان من محبي مدينه طنجة وعنده قصه شهيره مع المدينه، انه كان تيلمون كيعشقها لدرجه انه ورثها، يعني الاملاك ديالو ورثها، الاملاك اللي كانت عنده هنا في مدينه طنجة وهداها للمدينه. فهم اللي كنقولوا هداها للمدينه، يعني شكون المسؤول على تدبير شؤون المدينه؟ المجلس الجماعي. اذا الناس اللي كانوا انذاك على رأس المجلس مدبر الشأن العام لم يدبروا الشأن العام، ولكن دبروا على رؤوسهم كما كنقولوا احنا، دبر على راسه. والقصة طويلة، يعني ما عنديش تفاصيل ديالها، ولكن كنعرف ان البعض منهم راه كان تمات المحاكمة ديالو، ولكن في فترات متأخرة ودوز شي بركة وخرج حالو، ربما خرج بشواهد جامعية ولي طونجيروا راه كيعرفوا هاد القصة وكيعرفوا مولاها، والاخرين اللي فلتوا كيفاش وعلاش لست متخصصا في القضاء، انا فقط كنقول ما يقوله الشارع مع بعض الاطلاع بسيط على الملف. أه
كنت قطعت التسجيل لان كان الفروج ودائما في طريق الرباط في اتجاه طريق الرباط يعني في اتجاه طريق المهدية للمطار. هنا غادي نقربوا لواحد المدرسة راها معروفة بالفوضى العارمة اللي كتخلقها اللي ماشي المدرسة وإنما الآباء ديال التلاميذ اللي كيقراو في ديك المدرسة، وأنا أحمل حتى المدرسة مسؤولية تلك الفوضى لأن هاد السيد هاد المؤسسة هذه هنا في هاد الطريق بالذات في هاد المكان هذا كتلقى هنا الناس واقفين اون كاتريام بوزيسيون واللي كدبني يجي في وقت الخروج ديال التلاميذ هنا في هذه المؤسسة هذه بالذات. الآباء يعني واحد الفوضى، أنا قلت لك أون كاتريام بوزيسيون كتبلوكا الطريق هنا توتالمون. هنا إلا هذا إلا عندك شي أعصاب في الثلاجة راه غادي يردوهم كيغليو. وكاين شي أمهات على الخصوص ما نعرف دوك اللي كيديروا النضيدرات فوق الراس وراكبين في الكاتكات وهي ما قارية حتى زفتة، وخصها تكون من عالية القوم. ما عرفتش هاد العينة من أنا كنسميهم مخلوقات عجيبة باغا تجي تهلا في ولدك تديه للدار ماشي تجي الطنوبيل حتى الباب طلع له القسم حسن. المدرسة كان خصها تربي الآباء تجمعهم وتقول لهم عيب هادشي اللي كديروا. اول شيء ربيو لان حنا كنربيو التلاميذ كنربيو مواطنين ديال المستقبل. الا نتوما كتحرقوا القانون ماشي كتخرقوه كتحرقوه، كيفاش بغيتوا هاد العينه هادي اللي غادي نربيوها كيفاش غتخرج فاسدك فاس منكم؟ نبدل الموضوع لان عرفت صام في مال لان اون كريتيك ترو. وهادوك الناس إلا جلستي معاهم وبداو كيناقشوا الوضع في البلاد والمغاربة مسخين لا هما ما كيعتبروش راسهم مغاربة. فشي واحد غادي يقول لي أنت نقسم باليمين إلى عمري راه ولادي قراو كبروا لعمري ما باركيت الطونوبيل في الباب ديال المدرسة، كنحاول ما أمكن لي لأغراض تربوية بعدا كنربي ولدي أنه يتمشى شويش كنحط طوموبيل مثلا واحد 50 ولا 100 متر. وان كان واحد المره حطيت السياره في واحد الزنيقه قرب القنصليه الاسبانيه في واحد الزنيقه جيت لقيت الكوفر مكشط. هذه الضريبه دي احترام القانون. معليش فهاد داكشي والحمد لله ما كانوش داو شي حاجه يعني كانت. والغريب انني ملي مشيت كنت قدمت شكايه انا داك للشرطه واستاذ ما كنتيش تخلي الطوموبيل في ديك الزنقه ما كنتيش تخلي شنو هو الدور ديالك انت وعلاش كنخلصوكم اصلا هاد الجهاز الامني لا شنو هو كاين الا ما يوفر ليش الامن بون قلت انا داك دابا الله اعلم. دابا السيارة لا أشغلها إلا لأغراض مثلا بحال دابا غادي للمطار ما غيمكن شيء. راه تما أنا قلت قبل قليل بديت الحديث عن على داك الأخ اللي كان سولني واش كاين البيس وهدرا كتجيب أختها وأنا كان أتبادل معكم أطراف الحديث الحقيقة بحال اللي راكم حدايا دائما واللي ما واللي قلقته ولا شي حاجه اطفي. قلت لذاك الاخر ما كاينش البيس خصو يخرج يضرب واحد المسافه طويله على رجلو عاد يوصل للبيس اللي كيجي من كاين واحد كيجي من حد الغربيه بون هذاك تقريبا كل ساعه عاد كيدوز واحد دونك ما يمكنش شي واحد يخرج ويبقى يتسنى ساعة. وكاين واحد اللي كيدوز اش كتسمى الكزناية دونك هادوك كاينين
ولكن في حال الدول المتقدمة اللي عندها المترو، عندها التاكسيات، عندها الترام، عندها البوس، كتخرج من المطار وربما في قلب المطار بحال مثلا مالاغا، كتنزل من الطائرة، كتنزل السوسول، كتلقى المترو، كتركب كيديك القلب المدينة. وتقريبا الا ما خفت نكذب كل 10 ولا 15 دقائق كاين واحد، و يعني على سكوند يعني افيشي في الطابلو الالكتروني. حنا ما كاينش، قلت كنبقاو في الرحمه ديال الطاكسيات، و الا كان المسافرين بزاف طاكسيات قلال راه تما كتكون مشكل. ولهذا الا عندك شي واحد من العائله حال اليوم نوضيع لي واحد السيد انا غادي موراه عزيز عليا بيان سور، ضيع لي خرجت يوم الاحد مع الفريق ديال المشات اللي كنمشي معاهم كل حد. اليوم عندهم مشيال من اصيله الى العرائش، الجبدة ديال حسب ما شفت انا في لاكارت راه اكثر من تتجاوز بكثير 30 كيلومتر، ولكن ما عرفتش هما هذا المسار كيفاش غيديروا له، واش عندهم دي راكورسي ولا كان بودي نكون معاهم، ولكن ضروره. حنا هنايا في المنطقه سياتل، اذا لابلاكا هي اللي كتشوفوا هذه اللي ادروات، الطريق اللي كتمشي ادروات كتدي الشاطئ اشقر ومغاره هرقل، وهذه اللي غاديين فيها حنا. انتم كتشوفوا طريق الرباط المطار، و يعني الطريق او في اتجاه طريق السيار. وهذه المجمعات الجديده، المدينه الجديده اللي دارات في ديور ديال الجامعي، ديور ديال شكتسمى الضحى، على اي انتم كتشوفوا الشارع هنا شحال طويل مشى في هذا الاتجاه هذا. دونك غادي نقطع هنايا ونعاود نبدا التسجيل من بعد. هاد المسافه اللي كانت طويله جي فيتي نسجل فيها، لان فيها فقط الديور، اذا لي زيسباس فير هنا والاماكن مفتوحه والخضوره الحمد لله هاد العام هذا مهمه للغايه. وهاد الليله بالذات تسقطت الامطار في مدينه طنجه، اذا اللي بغى يرجع لطنجه يلفي لو دمي تور، واللي بغى يمشي في اتجاه المطار هي هذه الطريق اللي فين كاين هذا لو بيس وهذا الكار صفر. هنا على اليمين كاين داك السوبر مارشي او السوق الممتاز المعروف تقداو اتاكاداو، اسمه العجيب. و لا ستاسيون اللي امامنا لا ستاسيون شيل، في الغالب اللي كنكون مسافر دائما كنجي لهاد لا ستاسيون هادي عاد كنعمر الكاربيرون. و هنا على ذكر الكاربيرون، اللي بغى يقاطع فعلا، ماشي يقاطع في الحقيقة، حتى حنايا كاين واحد كيركب في السيارة باش يمشي يجيب الحليب عند البقال. حنا السيارة ولات مرض فيروس ينخر الاجسام ديالنا. انا كنعطي نصيحه وهذه تجربتي الخاصه،
هو استعمال السيارة عند الضرورة القصوى غير المسافات البعيدة أو في الأماكن اللي ما يعني غتكون عندك إما عندك تقول إما معك شي إنسان اللي شي واحد كبير في السن. alors je vais نتوقف هنا وهنا أمامنا داك الكيتيا جيو اللي كيبيع داك الجهيزات المنزلية. يلا جاغيت غادي نمشي نتسنى واحد شويش لان وصلت بكري لان طريق خاوية وغنتسنى هنا حتى عيط لي المعني بالامر عاد نمشي مورا المطار لان اللهم نجلس هنا في مكان مفتوح وخضورة ولا نمشي تما نبقى في السيارة في الباركينغ. تحياتي على خرج من الستاسيون وهذه هي الطريق ديال المطار وطريق وعن اليسار بقات طريق المؤدية للرباط. إذن هذاك الأخ اللي سول على واش كاين موان ترونسبور راه الطريق هذه اللي غادي ندير بالسيارة راه كلها إذا بغيتي تخرج الطريق دونك سي با بوسيبل عليك بالتاكسي إذا شر لابد منه. الطريق اللي السرعة فيها محدودة بستين فين كاين هاد المنطقة لا إذن وهاد الطوالة كلها في النهاية كاين المطار. أوكي دونك سي با لا بين باش نزيد نطول عليكم الوغ وفي نفس الوقت للحفاظ على خصوصية السيد اللي غادي نمشي موراه. الوغ ا لا بروشين فيديو ان شاء الله تشاو.